تهدد أمراض القلب صحة الرجال والنساء على حد سواء، ورغم الاعتقاد الخاطئ بأنها غالبا ما تصيب الرجال إلا أن هذا المرض الخطير يمثل السبب الرئيسي للوفاة عند النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لفتنا لمحاولة التعرف اليوم أكثر على أسباب ومخاطر أمراض القلب تحديدا عند السيدات مع الدكتور عبد اللطيف إبراهيم غزال أخصائي أمراض القلب. صباح الخير دكتور وحياك الله ويانا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك دكتور. بداية، ما هي أسباب حدوث أمراض القلب بالتحديد عند السيدات بنسبة أعلى عن الرجال؟ هلا أول شيء بنحكي عن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. طبعا هي متشابهة عند النساء والرجال، ومنها الإصابة بمرض السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول والتدخين وعدم ممارسة الرياضة، وما ننسى العامل النفسي، الضغوط النفسية والعامل الوراثي. هلأ عند النساء هن طبعا بعد سن اليأس معرضين للإصابة أكثر بارتفاع الكوليسترول وارتفاع الضغط الشرياني، وكمان عدم ممارسة الرياضة بشكل جيد مما يعرضهم للإصابة بأمراض القلب أكثر من الرجال. هلأ في عنا إحصائيات بتقول إنه بين سن 45 وال 64 سيدة من كل 9 سيدات مصابة بمرض القلب، وبعد سن 65 سيدة من كل 3 سيدات مصابة بأمراض القلب، ولذلك تبرز أهمية أمراض القلب عند السيدات. تمام. لو نتحدث دكتور عن الأمراض أو المشاكل الصحية الخاصة بالقلب والأوعية الدموية اللي ممكن تصيب السيدات في عمر معين أو نفس ما ذكرت ممكن يحدث ما بعد العمر 45. هلا قبل سن اليأس السيدات يتمتعن بحماية من أمراض القلب بسبب إفراز الهرمونات في الجسم مثل هرمون الاستروجين. أما عند تقدم في العمر وبعد سن 40 للـ45 يبدأ هذا الهرمون بالتراجع مما يعرضهم للإصابة بارتفاع الضغط الشرياني، يعرضهم للإصابة بارتفاع الكوليسترول. عدا عن ذلك السيدات بالعادة يهتمن كثيرا بغذاء الصحي تبعهم، معرضين للإصابة بضغط نفسي بسبب الضغوط النفسية، الاعتناء بالأسرة بالأولاد. هذا ما قد يعرضهم للإصابة بأمراض القلب. وكمان في عندك شو اسمه، إنه في بنمط الحياة التدخين مثلا أثره على السيدات أكثر بكثير من على الرجال. تمام أكيد. طيب دكتور، لو نتحدث بعد عن الأعراض الخاصة بهذه المشاكل الصحية الخاصة بالقلب والأوعية الدموية، هل تختلف ما بين الرجال وأيضا النساء أم هي نفس الأعراض ومتشابهة؟ هلأ عندما يصاب الرجال بنوبة قلبية بيعانوا من ألم في القفص الصدري، وقد ينتشر هذا الألم إلى اليدين أو الكتفين أو حتى إلى الفك السفلي، وقد يترافق مع غثيان أو تعرق. أما بعض النساء أو عند النساء قد لا يشتكين من ألم في القفص الصدري، وقد يشتكين فقط من تعب أو إرهاق أو عند القيام بأي جهد، وممكن يترافق بغثيان أو تعرق بس ما في ألم في القفص الصدري، وهذا بيعرضهم لتأخير في تشخيص المرض مما يسبب لهم مضاعفات لأمراض القلب عندهم أكثر من الرجال. يعني الأعراض التبرز عند النوبة القلبية عند النساء هي أعراض غير نمطية غير كلاسيكية مثل الرجال، مشان هيك تلاقي في تأخر في تشخيص المرض عند النساء. تمام دكتور. لو نتحدث إلى أي مدى قد يؤثر النظام الغذائي والصحي أيضا على حدوث مثل هذه الأمراض أو المشاكل الصحية عند بعض السيدات؟ بالنظام الغذائي طبعا نحكي مثلا الاعتماد على الأكل الدسم، الأكل فيه كربوهيدرات، الفاست فود، هذا كثير بيأثر على الإصابة بأمراض القلب. وعند النساء بتلاقي انه في عاده عند النساء انه ما عندهم اهتمام في الاعراض اللي بتظهر عليهم، او اهتمام مثلا بممارسه الرياضه او الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي.
يعني عندهم أقل بنسبة من الاهتمام اللي بنجده عند الرجال. لذلك تلاقي النساء خصوصي بعد سن اليأس معرضين للإصابة بأمراض القلب أكثر من الرجال. تمام، يعني دكتور ذكرت في البداية العمر، هل هناك أيضا عوامل خطورة أخرى ممكن تؤدي إلى إصابة يعني نسبة من السيدات أكثر عن غيرهم، أو عوامل خطورة ممكن تخلي هؤلاء السيدات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر عن غيرهم من السيدات؟ هلا في عندنا نحن مرض الاكتئاب، تلاقيها مرض الاكتئاب منتشر، مثلا بنتشر بيكون شائع بعد الولادة، بيكون شائع بعد سن اليأس، وبتظهر طبعا أمراض نفسية أخرى مثل التوتر. طبعا الدراسات أثبتت إنه الأشخاص أو السيدات المصابات بمرض الاكتئاب أو التوتر أو أمراض نفسية أخرى معرضات للإصابة بأمراض القلب أكثر من السيدات الذين لا يعانون من أمراض نفسية. تمام، بالتالي دكتور إلى أي مدى بالفعل الحمل والولادة قد تؤثر على بعض السيدات بما يخص أمراض القلب؟ هلأ في عندنا بعض الأمراض الولادية أو المكتسبة عوارضة أو ما بتظهر إلا على الحمل أو بعد الولادة، بتبلش العيل عوارض تتفاقم، يعني السيدة ممكن ما يكون عندها أي عوارض أو أي مشاكل، ولكن خلال الحمل ممكن هذا المرض يسبب لها تفاقم للعوارض. لذلك بننصح السيدات قبل الإقدام على الحمل مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحة القلب لديهم. تمام، إلى أي مدى أيضا دكتور نقول الجينات أو العوامل الوراثية قد تؤثر على بعض النساء وتؤدي إلى إصابتهم ببعض المشاكل الصحية بما يخص القلب والأوعية الدموية؟ هلا اي سيده عندها اقرباء من الدرجه الاولى مصابات بامراض القلب، اللي كان سيد تحت سن ال 65 او كان اقرباء من الرجال تحت سن ال 55، فهي عندها عامل وراثي للاصابه بمرض القلب. وهون لازم تاخذ الحيطه والحذر، ولازم تقوم اكيد بزياره الطبيب واجراء بعض الفحوصات حتى تتاكد من الصحه من صحة القلب لديها. تمام، بالتالي دكتور يعني نقول لتجنب حدوث الأخطار الخاصة بأمراض القلب والخاصة أيضا بأمراض الأوعية الدموية، إلى أي مدى قد يؤثر عدم ملاحظة أو التشخيص المبكر لبعض الأعراض الخاصة بالمشاكل الصحية الخاصة بالقلب وخاصة عند النساء؟ مثل ما قلنا عند النساء ما عندنا نحن أعراض شو اسمه كلاسيكية مثل الرجال، بتكون الأعراض غير كلاسيكية غير نمطية، ممكن إنه تشعر بس بتعب بجهد عند القيام بأي مجهود، ممكن بس بتعرق أو بغثيان. هذا هي بتفكر إنه هي مثلا بسبب القيام بالأعمال المنزلية تعبانة أو مقربة شوي، مشان هيك بتلاقي ما بتعطي أهمية لهي الأعراض. وممكن هي تكون مصابة بنوبة قلبية أو بأمراض قلبية وما عندها أي فكرة عن الموضوع، مشان هيك هذا بتلاقي بيعرضها للإصابة بمضاعفات الأمراض القلبية، بمضاعفات النوبة القلبية، لأنه بيقولوا مثلا إنه الرجال بتموت والنساء بتمرض، يعني الموت المفاجئ أكثر شيء بحدث عند الرجال وليس عند النساء. والنساء أكثر شيء بتمرض وبتصاب بمضاعفات النوبة القلبية. لذلك لأنه ما بيهتموا بالعوارض، لأنه العوارض بتكون غير كلاسيكية، ما بكون عندهم مثلا ألم في القفص الصدري، لذلك ما بكون عندهم هالاهتمام، ما بيراجعوا الطبيب، لذلك بيصابوا بمضاعفات الأمراض القلبية، ممكن يصابوا بالفشل القلبي وبعد ما يصير يتفاقم حتى يتم التشخيص. تمام، يعني دكتور متى تنصح السيدات استشارة الطبيب؟ متى يجب على السيدات استشارة بالتحديد نقول أخصائي أو استشاري القلب؟ شو هي العلامات والمؤشرات اللي فعلا تخليها تشعر بالخطر؟ هلا نحن بننصح كل الأشخاص بعد سن ال 25 سنة بمراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. هلا وخصوصي النساء بعد سن ال 40 45
أكيد ننصحهم بزيارة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من الضغط الشرياني، التأكد من السكري، من ارتفاع الكوليسترول. في عندنا كمان إذا عندهم عامل وراثي، في بعض الفحوصات اللي احنا بنجريها في العيادة مثل فحص الجلد القلبي، مثل الإيكو، مثل فحص الدم. طبعا أي سيدة بعد سن 40 و45 إذا بتشعر بأي ضيقة نفس، بأي تعب عند القيام بأي مجهود. هلا في كمان ملاحظة كثير مهمة، إنه ممكن الألم أو الألم القفص الصدري أو ضيقة النفس ما تجي على المجهود عند النساء، عند الرجال بتجي على المجهود، ممكن تجي بأوقات الراحة، بأوقات النوم. أي ألم بالقفص الصدري، أي ضيقة نفس، أي تعب، أي شعور بالغثيان أو التعرق عند النساء، لازم ينتبهوا لهي الناحية ويراجعوا الطبيب لإجراء بعض الفحوصات للتأكد إنه هاي العوارض ما لها علاقة بالأمراض القلبية. تمام، يعني دكتور إلى أي مدى أيضا نقول التوتر، القلق، ضغوطات الحياة وضغوطات العمل قد تؤثر على بعض السيدات وتؤدي أيضا إلى حدوث مشاكل عندهم في القلب أو الأوعية الدموية؟ الضغط النفسي والأمراض النفسية مهمة جدا. إحنا يعني شفنا كثير مرضى راجعونا بالمشفى بنوبة قلبية بسبب ضغط نفسي أو بسبب أزمة نفسية. حتى في عنا مرض معروف باسم تاكوتسوبو، هو مرض القلب المكسور. يعني ممكن أي سيدة إذا تعرضت لأي ضغط نفسي تصاب فيه، وبيؤدي لفشل في عضلة القلب من دون أي تضيق بالشرايين. يعني هذا المرض أكثر شيء بيصيب النساء عن الرجال، إنه بسبب أي ضغط نفسي ممكن تصاب بهذا المرض. لذلك إذا في أي ضغط نفسي عند السيدة أو توتر أو اكتئاب، لازم يتم معالجة الموضوع لأنه بيعرضها للإصابة بالقلب. طيب بالتالي دكتور لو نتكلم عن نصائح بشكل عام للسيدات لتجنب حدوث المشاكل الخاصة بالقلب والأوعية الدموية أيضا. طبعا نظام غذائي صحي، الابتعاد عن تناول الأكل الدسم والدهون، الابتعاد عن التدخين، ممارسة الرياضة حد أقل يعني 30 دقيقة في اليوم، الابتعاد عن التوتر. هذا كثير رح يساعد في تجنب الإصابة بأمراض القلب. عدا انه لازم مثل ما قلنا بعد سن ال 25 سنه، او حتى عند السيدات بعد سن ال 40 ال 45 لازم اجراء الفحوصات الطبيه للتاكد من عدم الاصابه بالسكري وارتفاع الكوليسترول، واكيد ارتفاع الضغط الشرياني. هاي الاجراءات ممكن توقي السيدات من الاصابه بامراض القلب. صحيح، وشو الفحوصات أيضا دكتور اللي تنصح السيدات فيها أنه دائما يسوونها سواء ما بين كل 6 شهور أو كل سنة عشان تجنبا لتفاقم بعض الأمراض وبعض المشاكل الصحية اللي ذكرتها؟ هلا من عدا امراض القلب، في السيدات معرضات للاصابه بمرض سرطان الثدي، لذلك ننصحهم انه يسووا فحوصات دوريه للكشف المبكر عن سرطان الثدي. واكيد كل 6 شهور بعد سن ال 40 ل 45، كل 6 شهور لازم يسووا فحوصات دم للتاكد من عدم ارتفاع السكر، من عدم ارتفاع الكوليسترول. يفحصوا الضغط الشرياني عندهم مثلا كل 6 شهور أو كل سنة مرة، حتى يتأكدوا إنه طبعا. وما ننسى السنة الزائدة اللي بتتعرض لها النساء بعد هذا السن بسبب عدم الاهتمام بممارسة الرياضة وعدم تناول الأكل الصحي. كمان لازم يهتموا بهي النقطة حتى يتجنبوا من الإصابة بمرض القلب. صحيح، وبالتالي دكتور لو نتكلم أكثر عن أهمية ممارسة الرياضة عند بعض السيدات، البعض منهم يمكن نظرا لكثرة انشغالها سواء كانت مرأة عاملة أو ربة منزل، إلى أي مدى تأثير نقول الحياة الصحية وبالتحديد ممارسة الرياضة بشكل يومي قد يؤدي إلى تجنب حدوث مثل هذه المشاكل الخاصة بالقلب؟
طبعا الرياضة مهمة كتير، وهلا في كتير من السيدات بتقول لك انه انا ما عندي وقت، عندي في واجباتي المنزلية، عندي الاهتمام بالاولاد، ما في وقت لامارس الرياضة. هلا بننصح لا كتير بممارسة الرياضة، حتى يعني المشي البسيط في البيت هذا كمان بيساعد، يعني حتى الوقفة يعني بتلاقي انه افضل من القعدة. حتى الوقفة مثلا إذا بدها تشتغل بالمطبخ وهي واقفة أفضل إنه تقعد. طبعا ممارسة الرياضة مهمة كتير، لأن ممارسة الرياضة بتقي من الإصابة بالسمنة، ممارسة الرياضة بتنزل من ارتفاع الضغط الشرياني، إذا بتمنع من الإصابة بتقي من الإصابة بالضغط الشرياني، أو حتى المصاب بالضغط الشرياني حتى بتنزل له الضغط تبعه من دون مثلا شو اسمه من عدد الأدوية، طبعا نزل له من الضغط تبعه. مهم كتير الرياضة، ممارسة الرياضة من عدا إنه بتحسن من النفسية، يعني اللي عنده ضغط نفسي أو عنده اكتئاب أو توتر بتخفف له من التوتر، ممكن تخفف من أعراض الاكتئاب. لذلك الرياضة مهمة كتير في حياتنا. تمام. يعني دكتور، لو نتكلم أكثر عن موضوع المشاكل ممكن تترتب على حدوث بعض المشاكل الصحية الخاصة بأمراض القلب، كيف ممكن تؤثر أيضا على باقي الأجهزة الخاصة بالنساء أو باقي أعضاء الجسم؟ طبعا في عندنا امراض احنا قلبيه قد تصيب النساء في سن قبل الحمل، ومثل ما قلنا لازم نشخص هاي الامراض قبل الاقدام على الحمل حتى ما يصير عندهم اي مشاكل خلال الحمل او الولاده. وطبعا الامراض القلبيه مثل امراض الشريان التاجي، امراض فشل عضله القلب، أو أمراض نظم القلب، اختلال في أمراض نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، هي كلها ممكن تسبب مشاكل للنساء وللسيدات ما بيكونوا قادرين ممارسة حياتهم اليومية بشكل جيد، بصير عندهم إرهاق، بصير تعب، ممكن يصير في ضيقة نفس خلال النوم أو خلال القيام بأي مجهود، ممكن يصير في ورم بالإجلين. لذلك ننصح السيدات إنه يهتموا أكثر بالعوارض اللي بتصيبهم، لأنه هي عوارض غير نمطية غير كلاسيكية. ممكن يفكروا حالهم إن مجرد تعب، إنه قامت بالأعمال المنزلية وصار عندها هذا التعب، صار عندها هذا ضيق النفس، صار في ورم بالإجلين، ولكن ممكن تكون هاي كلها أعراض لأمراض قلبية هي مصابة فيها. صحيح بالفعل دكتور، نفس ما ذكرت بعض الممارسات وبعض العادات اللي ممكن تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الخاصة بالقلب وأيضا الخاصة بالأوعية الدموية. كل الشكر لك أخصائي أمراض القلب الدكتور عبد اللطيف إبراهيم، يعطيك العافية دكتور على هذه المعلومات القيمة.